الزمالك اكبر من كل المسؤولين اللي فيه الحقيقه. يعني انا بشوف انه انتهى زمن الناس مسؤولين الزمالك اللي بيحبوا الزمالك، انتهى ده من زمان. يعني انا كنت اسمع عن اسامي، طبعا هي الله يرحمها كلها ما قابلتهاش شخصيا، لكن في اسامي كتير كانت بتحب النادي والله العظيم ما كانوش بياخدوا ولا فلوس منه، او يعني الفلوس زمان كانت ملاليم يعني، ولا استفادوا الاستفادة العظيمة دي، ولا كان في طبعا السوشيال ميديا، ولا كان في برامج كتير، ما كانش في الحاجات دي كلها زمان. لكن هو كان بيحب النادي ده، كان بيعتبره بيته بجد، مش كلام بقى، مش اللي هو يطبع بقى اللوجو بتاع النادي على القميص ويبوسه قدام النادي. الشغل ده يعني ما بيجيبش قوي دلوقتي، يعني ده شغل الفهلوة ده ما بيجيبش مع الجمهور، الجمهور بيبقى عارف مين بيحب النادي ومين لا. في الزمالك انا بشوف انه ما حدش بيحب النادي، عشان كده النادي حلو مش حلو من الاخر. يعني هتقولي بقى الرئيس الحالي، هتقولي بقى الرئيس السابق، هتقولي بقى الاستاذ مرتضى منصور، هتقولي الاستاذ ممدوح عباس، هتقولي بقى الناس دي كلها، معلش مع كامل احترامي وتقديري ليها، انتوا لو بتحبوا نادي الزمالك مش هتتخانقوا مع بعض كده. مش الاستاذ ممدوح عباس عايز بقى يغيظ مرتضى منصور فيروح عامل ايه بقى، يروح حاجز على الارصده كلها. طب ايه انت بتحب على فكره ده النادي، هو ده رصيده الشخصي، ده فلوس النادي، النادي ممكن يتقسم منه 6 نقط وممكن يتعاقب وممكن يحصل له اي حاجه عشان حضرتك بتغيظه. وهو نفس القصه نفس الكلام، يعني يقعد يشتم فيه وده يطلع يقول ده، وده يطلع مع ده، وده يطلع هنا ويشتم في ده وده. طب انتوا بتحبوا النادي على اي اساس؟ على فكره انا بشوف انه مثلا ممدوح عباس لو بيحب النادي يطلع يقول، يجيب الاول ما يثبت انه النادي ده هو مدينه ب 17 مليار دولار على عيني وعلى راسي. انت ما شاء الله راجل يعني ملياردير ويا عم دفعت فلوس كتير للنادي، لكن ما حدش طلب منك على فكره كده، عمر ما حد في النادي طلب من حد انه يصرف عليه. لكن هنفترض انه في رئيس نادي معاه فلوس وعايز يصرف على النادي، فبيصرف من جيبه، صرف، هات ما يثبت انه النادي ده انا صرفت عليه ال 180 ديشليون دولار دول. ولو انت بتحب النادي بجد، مؤتمر صحفي في الشياكة في فندق فخيم، وتروح ماسك العقود والحاجات دي وتروح مقطعها، انا يا جماعة بحبكم وما عنديش اي حاجة، مش عايز من النادي حاجة، لكن انا بوصل لكم انه اهو انا بحب النادي، ادي فلوس انا ليا كذا وكذا وكذا وصفقة كذا، دفعت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وادي فلوس اهي كلها، تشك تشك تشك، وتروح مقطع الورق بس. انت كده بطل، انت كده بطل، يبقى انت كده بتحب النادي بجد. الناحية التانية نفس الكلام تاني، يا استاذ مرتضى لو بتحب النادي عايشه في هدوء، عايشه في هدوء، مش كل شويه خناقه مع حد. يعني مره ممدوح عباس، ومره هاني العتال، ومره المدربين الاجانب، ومره محمد فرج عامر، ومره الحاج محمد عبد السلام، ومره النادي الاهلي، ومره مش عارف مين، ومره الحاج عامر، ومره اتحاد الكوره. كفايه، لو بتحب النادي والله عايشه في هدوء. طب هنقول حاجه، النادي والزملكاويه عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، النادي لما بيعيش في هدوء 5 اسابيع، ولو ان دي يعني فتره المفروض انها ولا حاجه، لكن بيعيش 5 اسابيع في هدوء، الناس بتحس بفرق والله العظيم، الناس بتحس الله ده في هدوء. فلو بتحبوا النادي بجد اثبتوا ان انتوا بتحبوا النادي، بلاش بقى كلام الشعارات ده والزمالك واللي هيقرب له، وانا بحب النادي اكتر ما بحب بيتي، وعلى الطلاق مش عارف ما اعمل ايه، الكلام ده كله ما بياكلش. عايز تبين انك بتحب حاجه، اثبت انك بتحبها، اثبت انك بتحبها. رئيس حالي، رئيس سابق، انا قلت تاني، رئيس حالي، رئيس سابق، اي حد منتمي للزمالك، كل الناس استفادت من الزمالك، اللي استفاد فلوس، واللي استفاد شهرة، واللي استفاد تصيت، واللي استفاد مناصب، واللي استفاد كل حاجة. لكن النادي بقى استفاد منكم ايه؟ ولا حاجة الحقيقة، ولا الدموع، ما استفادش اي حاجة من المسؤولين دول. انا بتكلم هنا عن الناس اللي ضرت الزمالك اكتر ما نفعته، والطبيعي انه رئيس الزمالك ايا كان الحالي السابق اللي اي حاجة المستقبلي حتى، يبقى بالنسبة له الزمالك ده اولوية. يعني الزمالك ده هو اي حاجه، هو نفس الشعار اللي نرجع تاني نقوله موجود في الاهلي، عشان كده في فروقات واستقرار موجوده في الاهلي مش موجود في اي نادي تاني، اللي هو الاهلي فوق الجميع. اي حد بقى شايف نفسه مقرب من اسم النادي، او عايز ياخد حاجه من النادي وما يديهاش للنادي، اتكل على الله نورتنا شويه دول، شكرا اتفضل بره. لكن ده ما بيحصلش.